مشاهدينا الاعزاء، مشاهدينا الكرام، لو الامور معايا مش هي والالم مأثر فيا، راح اغير ده بايديا واحس بطعم الراحه بتدخل بدون جراحه. تبقى معاه مرتاح، تبقي معاه مرتاحه، وانسى كل اللي كان واتخلص من الالام، ويحلى معانا الكلام في وداعا للالام. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدينا في كل مكان، في كل بقاع الارض، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير، واهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم وداعا للالام. وداعا للالام برنامج اسبوعي له هدف، له رساله. هدفنا ورسالتنا في كل حلقه من حلقاتنا بناخد موضوع من موضوعات الالم، والالم هنا هو الام المفاصل، الام الرقبه، الام الظهر، الام الركبه، كل انواع الالام، ولكن بدون جراحه. ازاي نتعامل مع هذه الالام بدون جراحه؟ هو ده هدف برنامجنا ورسالتنا من خلال التثقيف والتوعيه بالممارسات الصحيه السليمه. عشان نحقق ده كان لابد يكون معنا احد المتخصصين في مصر والوطن العربي، نجمنا ونجم الفضائيات الاستاذ الدكتور احمد عصام. وداعا للالام مع الاستاذ الدكتور احمد عصام. الأستاذ الدكتور أحمد عصام استشاري علاج الألم، أستاذ بكلية الطب، عضو الجمعية المصرية لعلاج الألم، عضو الجمعية العربية لعلاج الألام العمود الفقري باستخدام التدخل المحدود، عضو المعهد العالمي للإجراءات التدخلية لعلاج ألام العمود الفقري. أهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أيمن وبالسادة المشاهدين لقناة صحة والجمال. إحنا سعداء جدا كل خميس بوجودنا مع حضرتك. أنا اللي بسعد كل خميس مع حضرتك ومشاهدي قناة الصحة والجمال. أهلا بيك يا دكتور. مشاهدينا الأعزاء، إحنا في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم من خلال التليفونات الموجودة على شاشة أمام حضراتكم للتواصل معنا من خلال وداع الألام مع الأستاذ الدكتور أحمد عصام. مشاهدينا الأعزاء، يمكن اتكلمنا في الحلقات السابقة عن الألم وكيفية علاجه، وزي ما قلنا وأشرنا إن كل حلقة بناخد موضوع جديد من موضوعات الألم، لكن اسمحوا لي النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا الأساسية وهننوع عن اسمها أو عنوانها، جالنا كتير من الأسئلة والاستفسارات يا دكتور أحمد واسم اس كتيرة جدا بتتساءل عن موضوع الحقن الأسمنتي، يعني أكتر من رسالة جات لنا بيبقى فيها شكوى من موضوع أو بتستفسر يعني حقن اسمنتي وايه الحالات اللي هي بتستوجب ان احنا نستخدم معاها موضوع الحقن الاسمنتي. يعني استاذنك في يعني وقت بسيط ان احنا نشير الى هذا الموضوع قبل ما نخش في موضوع حلقتنا ان شاء الله. تحت امر حضرتك، هو الحقن الاسمنتي انتشر في الفتره الاخيره والناس بتقول حقن اسمنتي، ويمكن هو له حالاته اللي موجوده بكثره. هي حالاته بتبقى عباره عن قصور في جسم الفقره، لما بيحدث فيه كسر في الفقرة بيبقى كسر الفقرة ده نتيجة لحاجات كتيرة، لأسباب كتيرة قوي. نعم. بتبتدي الأول حاجة نتيجة لحادث، وقع حاجة وقعت على ظهر المريض أو ظهر الشخص، أو هو وقع قوية شوية وبعدين نسي القصة والأمور مشيت، وبعد شوية بدأ يقولك أنا عندي وجع مركز في منطقة معينة، في الغالب بتبقى في منتصف الظهر، بتبقى في الغالب في آخر الفقرات الصدرية ال 11 ال 12 الصدرية، وأول الفقرات القطنية الأولى أو الثانية أو بكتير التالتة. نعم. نادرا لما احنا بننزل تحت كده للرابعة والخامسة، كان هي معظمها بتبقى في آخر الصدرية وأول القطنية. نعم. بيبقى الألم بتاعها بيبقى في الأول يقول لي ان هو مركز في الظهر، او ان هو لو حصل نتيجه القصور ان في ضغط على القناه العصبيه بيبتدي يكون الالم يسمع في الرجلين من اسفل. نعم. طبعا ده اول سبب مشهور قوي اللي هو نتيجه لحدوث حادث او تروما، فبيحصل للانسان كسر في الفقرات. يعني دايما يا دكتور شكوى المريض بتتركز في الحته دي. غالبيه نسبه كبيره قوي. نعم. يا استاذ ايمن، الا لو كان الكسر حصل ضغط على القناه العصبيه او النخاع الشوكي، او لو حصل ضغط على احد جذور الاعصاب. نعم. لكن النسبه الغالبيه العظمى يقول لك انا منتصف ظهري هو اللي وجعني بالظبط. تمام. ودي بتبقى نتيجه زي ما بقول لحضرتك حادث او تروما حصلت، او كدمه جامده مثلا، خبطه جامده، وقعه جامده، سايق عربيه وحصلت بالظبط، او حاجه وقعت عليه يقول لي ده انا في شجره وقعت عليا، في حاجه وقعت عليا. نعم. ماشي. تمام. او ان هو يكون نتيجه لحدوث اورام. نعم. فالاورام برضو بتاكل في جسم الفقره فيبتدي يحصل كسر في الفقره. تمام يا دكتور. طيب ده موضوع الحقن، ده موضوع الشكوى. او برضو من ضمن الاسباب المنتشره قوي ليها ان هو يكون بالسن، يعني مع تقدم العمر. مع تقدم العمر بيحصل ضعف في الفقره. نعم.
فيحصل ان الفقره يحصل لها كولابس او ويدجنج فراكشر، ان هي يحصل لها زي انضغاط او انسحاق، ما يبقاش منظر الفقره المربعه الجميله، لا بتبقى مضغوطه شويه. تمام، عايزين نشير يا دكتور، هل هنا في فرق بين هذا التفسير وبين زحزحه الفقرات؟ اه طبعا. تمام. زحزحه الفقرات معناه انزلاق بين الفقرتين. نعم. عظم ينزلق على عظم. نعم. فقره عن فقره. نعم. تمام؟ تمام. ودي زي ما نوينا برضه قبل كده، يعني لو المريض عمره مش متقدم في السن تحت الستين، وفي نفس الوقت ما بيعانيش من امراض عضال سواء في القلب او الكبد او خلافه، يبقى بننصحه في الحال زي دي ان الافضل لك التوجه للتداخل الجراحي بشرائح ومسامير. نعم. تثبيت. نعم. ولكن الكسر الفقره اللي احنا بنتكلم عليه لا، حدوته ثانيه ويفضل فيها بدون الجراحه زي ما احنا هنشوف في الكليب اللي معانا. نعم، نجهز. او من ضمن الاسباب كمان، ودي منتشره جدا، هشاشه العظام. يعني ممكن هشاشه العظام تؤدي الى هذا. طبعا. ما هو هشاشه العظام يعني ايه حضرتك يا استاذ ايمن؟ نتيجه للسن او نتيجه لسيده ما بتاخدش كالسيوم في صوره طبيعيه او مرضيه. هو موجود معانا دكتور. طيب، هو احنا الكليب دوت بيبين لي، واحنا كنا هنتكلم عليه، ان احنا عن طريق تخدير موضعي بندخل باستعمال الاشعه التداخليه، اشعه السي ار. نعم. بندخل بنعمل حقن اسمنتي الفقره بتداخل محدود. كنا هنتكلم نقول ان من احد الحلول القديمه لكسور الفقرات دي كانت التثبيت الشريحه والمسامير جراحيا. نعم. انما في حاله زي دي احنا بندخل عن طريق. نعم. تخدير موضعي، بين هنا ان الفقره فيها هشاشه عظام او هي ما نحس انها مضغوطه. نعم. مش مربعه زي اللي قبلها واللي بعديها، فبندخل عن طريق ابره. نعم. بتخدير موضعي بندخل بالاشعه التداخليه، بنوصل لنص الفقره بالظبط، بمعنى اصح التلت القداماني في جسم الفقره. نعم. ومن هنا بيبقى في كذا تكنيك، كذا شركه، شركه بتدخل انسترومنت او اله بتوسع لي، كان احنا بننحت في مكان الفقرات البايظه بتاعت زمان. نعم. تمام؟ بنخلي لها مجرى او نوسع لها مكان او سبيس. وفي شركه تانية بتقول لك لا، انت بتدخل على طول بتحقن صبغه تتاكد ان انت ان او موجود جوه التلت القداماني في جسم الفقره، وبعديها بتحقن الاسمنت بتاعك. انما دي بندخل وبنوصلها بجهاز حقن الاسمنتي اللي هو بيحقن لي الاسمنت بدرجه معينه، وبتبقى تحت رؤيه الاشعه التداخليه، لان بتبان كل ملي بيدخل اسمنت عظمي بيبان في الاشعه مكانه. طبعا يا دكتور دي بتخش عن طريق قناه يعني، لكن مش الجهاز نفسه اللي بيخش في المريض. لا لا، ما هو الابره موجوده جوه نص الفقره، كل ده من خلال الابره بالظبط، ومنها. تمام. تيوب. تمام. واصله بالابره بالجهاز فتحقن لي زي ما احنا شايفين. نعم. الاسمنت العظمي يبتدي يملا الفراغات والعظمه. نقارنها بالفقره اللي فوقيها واللي تحتيها مربعه جميله، انما دي تحس انها متغيره في الشكل، مسحوقه شويه. نعم. تعتبر فاضيه. تمام. فاضيه. نعم. انما كمان هي مضغوطه من قدام، ممكن تكون مضغوطه من النص. نعم. فالاسمنت العظمي بيملي لي الفراغات العظميه اللي موجوده في جسم الفقره. نعم. مما يعطيها ثبات واتزان قوي جدا. نعم. زي ما احنا شايفين جسم الفقره، وده اهم جزء في الفقره، هو اللي بيشيل الفقره اساسا، اتملى بالاسمنت العظمي. تمام. تمام. وزي ما قلت لحضرتك، الميزه احنا بنتكلم في تداخل ما بياخدش ساعه زمن، بنطلع بالابره في منتهى البساطه، بنعمل بعديها اشعه عاديه، بعديها باسبوع بنلاقي الفقره اللي كانت مضغوطه لا. نعم. بقت اعيد تكوينها مره اخرى، واعيدت هيكلاتها مره اخرى. نعم. وبقت مربعه وممتازه. تمام. حضرتك يا دكتور اشرت من خلال الكليب اللي موجود على الشاشه امامنا ان كان في اكتر من طريقه للتدخل. اها. ما انا هقول لحضرتك، احنا اولا بنقول انه كانت من ضمن الاسباب اللي هي قبل ما يظهر الكليب. نعم. هشاشه العظام. هشاشه. نعم. العظام مهمه جدا، لانه على المدى البعيد بتخلي لي الفقرات ضعيفه، فيسهل مع تقدم السن انها تنضغط او تنسحق او يحصل لها كسور. وده منتشر جدا. وده منتشر جدا. تمام. الغريبه يا استاذ ايمن، انا كثير قوي من
مريضات بيجوني بيبقى من ضمن الاسئله انتوا اخباركم ايه في اخذ الكالسيوم سواء بصوره دوائيه او صوره طبيعيه بصوره البان او خلافه. نعم. الغريب جدا ان كتير مسيدات يقولي لا ما بنحبوش. طيب ما احنا دلوقتي في مشكله كبيره جدا. انت دلوقتي سيده حملتي وانجبتي كذا مره رضعتي كذا مره. نعم. عندك مخزون من الكالسيوم انت بتستنفذيه في الحمل والرضاعه وخلافه. نعم. مع تقدم السن مع انقطاع الدوره انت معرضه لبين قوسين هشاشه عظام. نعم. طيب انت حاولي تساعديني ان انت تاخدي كالسيوم في اي صوره سواء صوره دوائيه او صوره طبيعيه عشان نقدر نتجنب انا وانت موضوع هشاشه عظام ومشاكلها كتيره قوي. نعم. طبعا احنا لما بنوصل لكسور في هشاشه العظام دي بتبقى مرحله متاخره. نعم. ان هي في الاول مريضه بتجيني بتقولي انا بحس ان عظمي كله بيوجعني. تمام. مميزه قوي 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 في السيدات دي فعلا مميزه. آه. جدا. لا والكلمه نفسها يا استاذ ايمن يمكن السيدات المريضات بيبقى لهم كلمات لا مدلول ومنتشره بينهم. نعم. تقولي انا عظمي كله بيوجعني يعني ايه عظم يعني مثلا ايديكي ولا ظهرك. آه. ولا رجليكي. نعم. لا تقولي عظمي كله بيوجعني. طيب يا ستي طب استاذنك اعملي لي اشعه هشاشه عظام. نعم. ليها الدكسة. نعم. نعملها تبان حضرتك عندها هشاشه عظام بصوره قويه جدا. نعم. في الاول بتيجي بتشكيني بالالم بس بعد كده بتجيني بتشكيني بال كسور. نعم. فطبعا هشاشه العظام من ضمن الاسباب المنتشره قوي لكسور ممكن تحصل في الفقرات. نعم. طيب اكتر نسبه بتحصل فيها الكسور زي ما قلنا في اخر الفقرات الصدريه واول الفقرات القطنيه. تمام. دي منتشره جدا. نعم. بنيجي بعديها بمنتهى البساطه حضرتك المريضه بنشخصها ودي عن طريق حاجه من حاجتين. استاذنك يا دكتور نأجل هذا التشخيص ولكن بعد الفاصل هنطلع فاصل بسيط اعزائي المشاهدين ثم نتواصل من جديد بالكلام مع وداع الالام مع الاستاذ الدكتور احمد عصام ابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء مشاهدينا الكرام ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل لكي نتواصل بالكلام مع وداع الالام مع الاستاذ الدكتور احمد عصام. احنا في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم من خلال التليفونات اللي موجوده على الشاشه امام حضراتكم. مشاهدينا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الحقن الاسمنتي وكنا بنتكلم يا دكتور احمد عن اسبابه وحضرتك اشرت ان اسبابه متعدده مثل هشاشه العظام او لو حصل لحد كدمه او يعني خبط من الظهر او حاجات زي كده. طيب احنا توقفنا عند نقطة التشخيص لموضوع الحقن الأسمنتي، إزاي بنشخصه؟ هو التشخيص حضرتك لموضوع الكسر اللي ممكن تحصل في الفقرة بيحصل إن هو الكشف على المريض أول حاجة، زي ما قلت لحضرتك المريض بيجي بيقول لي أنا بشكي بألم مركز في ظهري، طب يسمع معاك في حتة؟ لا هو الحتة دي بس. تمام. بالذات. نعم. هي إيه مكان الخبطه او مكان الالم بالظبط. تمام. الا اللهم لو هو زي ما قلت لحضرتك بدا يحصل ضغط جزء من القطع من الفقره من جسم الفقره المكسوره بدا يضغط على القناه العصبيه او على جذور الاعصاب يبتدي يحصل تسميع في الرجلين. تمام. بننوه بعضك لمشاهدينا يا دكتور ان الحقن الاسمنتي نتيجه كسر في بعض الفقرات هو تدخل بدون جراحه. تداخل محدود بدون جراحه. نعم. لان في بعض الناس ممكن يعتقدوا. آه. ان دي جراحه. لا 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 لا. تمام. ده تداخل محدود بدون جراحه حضرتك اللي بتتميز يعني كل التداخلات المحدوده يا استاذ ايمن لها بعض المميزات العامه ان هو اول حاجه بيبقى بتخدير موضعي. نعم. رقم اتنين انه اثناء الشغل لا يتجاوز الشغل النص ساعه. نعم. فترة مكوثه في المستشفى لا تتجاوز ساعتين ثلاث ساعات. تمام. وفي نفس الوقت يعني بأقل مضاعفات ممكنة. نعم. بأقل مضاعفات ممكنة. تمام. طيب هنواصل الحديث لكن بعد ما ناخد الأستاذ علي من اسكندرية. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ علي؟ الله يكرمك. اتفضل يا فندم دكتور مع حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا أستاذ علي. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده من شهر بخصوص الكهرباء اللي هي بتجيلي في رقبة مصر رقبة تحت بعد العملية. عملت عملية استئصال غضروف وتركيب دعامة. دلوقتي يا دكتور رحت الدكتور اداني علاج لالتهاب الأعصاب وكده فالكهرباء يعني خفت شوية مع الأول الحمد لله. اتفضل. بس بالنسبة دلوقتي لما باجي أقعد شوية
ظهري بينمل جامد قوي وبيتعبني، ما بقدرش امشي خالص يعني، مثلا لو قعدت شويه ما اقدرش امشي على طول. احنا بقينا قد ايه عاملين الجراحه يا استاذ علي؟ بقى 6 شهور. بقينا 6 شهور. اوكي طيب احنا بعد الجراحه في مازال في تنميل في الرجلين ولا خلاص الموضوع هدي؟ لا ده في العنق فترات فقرات عنقيه في لسه تنميل في الايدين ولا خلاص انتهت؟ لا جالي الاول وجع في ايدي اليمين دلوقتي اتنقل للشمال. خدت بقى حضرتك جالي تنميل لما خدت العلاج ده راح. لما خدت العلاج راح خلاص. طب ممتاز طيب ممتاز كويس. امال دلوقتي الشكوى بتاعت حضرتك ايه؟ نعم شكوى حضرتك ايه يا فندم؟ باخد اللي هو الرنتمين. الشكوى بتاع حضرتك حضرتك بتتألم من ايه يا فندم؟ نعم بتتألم إيه؟ دلوقتي اما باجي اقعد حضرتك مثلا قعدت 5 دقايق او 10 دقايق ظهري بينمل جامد وما بقدرش اقعد، لو مشيت شويه مده طويله ظهري بيقفش عليا جامد. اسفل الظهر بيوجعك؟ يبقى اسفل الظهر بيوجعك. طيب نعم وايه كمان؟ بس هي دي مشكلتي دلوقتي يا دكتور. طيب ماشي. الوجع بيبقى في الظهر فقط ولا مسمع في الفخذين او حاجه زي كده؟ لا 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 دكتور في الظهر بس. طيب اول جزئيه يا استاذ علي عايز اقول لك انه فوق غير تحت، يعني انت كان عندك انزلاقات غضروفيه عنقيه وعملت جراحه وتثبيت بقفص كربوني او وات ايفر دعامات او اي حاجه، ودلوقتي انت من فوق تعتبر اللي فاهمه انه بسم الله ما شاء الله في تحسن كويس ودي حاجه ممتازه، انما انت دلوقتي مشكلتك تحت. بعد اذنك ابتدي اعمل لي اشعات على تحت، اعمل لي اشعه عاديه ابتدي لي الاول نتاكد ان مفيش زحزحه وبعدين نخش على اشعه رنين نشوف الدنيا اخبارها ايه، لانه شكوى عندك. نعم حضرتك يا دكتور انا عملت اشعه رنين بالصبغه بعد العمليه طلع كل حاجه سليمه حضرتك عملت؟ لا اللي هو عملت اشعه رنين بالصبغه على الفقرات العنقيه، على الفقرات العنقيه مش مش على الفقرات القطنيه تحت يا استاذ علي. احنا عايزين على الفقرات القطنيه يا استاذ علي على تحت من 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 تحت القفص الصدري كده بشويه. ممتاز انت من فوق كويس؟ نعم من فوق الامور معاك تمام؟ من فوق خلاص مفيش مشكله. خلاص اعملي اشعه على تحت يا استاذ علي واشوف حضرتك تواصل لان تحت غير فوق ماشي. فاعملي اشعه على تحت دي برضو جزئيه مهمه قوي يا استاذ ايمن ان في ناس كتيره. شكرا بغلق بعد ميرسي قوي. شكرا استاذ علي على اتصالك وتابع معانا. شكرا جزيلا يا فندم. منتشر قوي يا استاذ ايمن ان في بعض المرضى اللي هو يعمل حاجه وبيظهر له حاجه ثانيه خالص ويربط دي بدي. لا هو شكوى استاذ علي هو عمل عمليه فوق وهو الراجل يعني فضل ونعم من عند ربنا بيقول لك الامور معايا كويسه فوق بس انا عندي مشكله اثناء اللي قعدت تحت في وجع في اسفل ظهري جامد. نعم. يبقى هنتجه فوق غير تحت نعمل اشعه عاديه واشعه رنين على الفقرات القطنيه ونشوف ايه سبب المشكله. ويمكن احنا اتكلمنا دي يا دكتور احمد في الحلقه اللي فاتت لو حضرتك تتذكر معي ومشاهدينا ان مفيش اي حاجه او اي عرض يحصل ساعه عمليه او بعديها نربطه بالعمليه بالزبط الاولانيه. بالظبط لان كتير من الناس بتخلط بين الامور. لا وكتير من الناس كمان يا استاذ ايمن بيقول لك الله ومش هموت فقري واحد يعني فوق مسمع لتحت. لا طبعا في حاجه اسمها فقرات عنقيه وفي حاجه اسمها فقرات قطنيه وكل واحد فيهم مسؤول عن اطراف معينه او بالزبط. جزء معين. طيب دكتور احمد نواصل الحديث بقى قبل الاتصال. التشخيص زي ما قلنا بالصوره المرضيه للمريض. نعم. ونيجي بعديها برضو من ضمن حاجات الطرق التشخيص اللي بنبتدي بيها اشعه عاديه. نعم. مجرد اشعه عاديه بلين اكس راي. نعم. الاشعه العاديه بتبين لي منظر الفقره وهي مكسوره وهي يعني مضغوطه من قدام او مضغوطه من النص. نعم. مضغوطه من قدام بنسميها ويدجنج فراكتشر، مضغوطه من النص بنسميها باتر فلاي فراكتشر. نعم. ف اللي هي بتبقى شبه الفراشه مضغوطه. نعم. من النص ومن الجنبين مفتوحه. مفتوحه. نعم. تمام. فالمريض بيجي بالاشعه العاديه بقول له لا انت عندك يا ريت تعمل لي اشعه مقطعيه. نعم. الاشعه المقطعيه بتبقى اقوى من اشعه الرنين، اشعه الرنين بتبين ولكن في قصور الفقرات لا الاشعه المقطعيه بتبقى ليها اليد العليا فيها او لها الاولويه والافضليه ليها لانه الاشعه المقطعيه بتبين لي الاجزاء من العظم بتاعت الفقره هل في قصور ووصلت لمرحله ضغط على الحبل الشوكي او القناه العصبيه او جذور الاعصاب ولا لا. نعم. طيب في حالات التشخيص بقى دكتور احمد لما بنيجي نشخص لمريض هذه بعد ما نشوف الاشعه ونتعرف عليها بنبدا نتعامل معاه ازاي؟ بالظبط احنا قدرنا نوصل ابتدينا له باشعه عاديه قلنا له ده انت عندك كسر في الفقره طب اعمل يا سيدي اشعه مقطعيه وريت لو كانت ماتس لايت او اي حاجه. نعم. تبان منظر الفقره وهي فعلا مضغوطه او مكسوره. نعم. بنبتدي نقول له انت دلوقتي عندك كسر. نعم. اوكي
ولبست حزام ساند للفقرات القطنيه او الصدريه وات ايفر، انت بتلبس حزام نوع ايه ومفيش تحسن ولسه عندك الم، ودلوقتي بقيت عندك ويك بوينت برضو على حسب درجه الكسر. نعم. زمان يا استاذ ايمن كان الاتجاه الوحيد يلا بينا نجهز لجراحه وتثبيت شريحه ومسامير. نعم. وهو ده كان الحل الاساسي او الوحيد كان في الوقت ده، الوحيد اللي هو اللي الناس كلها كانت بتلجا له. تمام. وطبعا دي كانت بتبقى موضوع لانه المريض بيتجه لجراحه، فبالتالي بياخد مخاطرة التخدير، بياخد مخاطرة الجراحة نفسها، الموضوع بيبقى صعب قوي معاه. ومشكلة كمان يا دكتور لو عنده احد الامراض المزمنة اللي كان بيعاني منها. طبعا طبعا. وبيبقى اتجاه واحد يعني. نعم. انت لازم تعالج الفقرة المكسورة اللي عندك. نعم. لازم تعالجها. لكن دلوقتي الامر اختلف. دلوقتي الامر اختلف يعني. نعم. الكليب اللي احنا شفناه طبعا مع فرق كذا شركة وكذا تكنيك، لكن كلهم بيتفقوا ان احنا بنقول انه عن طريق تخدير موضعي. نعم. عن طريق تخدير موضعي. نعم. بدون جراحة. نعم. بدون جراحة. جميل جميل. بمعنى احنا ما بنفتحش ظهر المريض. لا. نعم. بدون جراحة. وباستعمال الأشعة التداخلية، أشعة موجودة في العمليات بتوريني أنا داخل فين بالنيدل أو الإبرة بتاعت الحالة الأسمنتي بتاعتي. نعم. بندخل على الفقرة. نعم. على حاجة اسمها البيديكل، جزء موجودة في الفقرة. نعم. وبنخلي إبرة بتاعت الحقن الإسمنتي توصل للتلت القداماني من جسم الفقرة. نعم. اللي هو أكون بعيد شوية عن القناة العصبية. جميل. ومن هنا كذا شركة بتختلف، شركة بتقولك طب احقن لي صبغة هترسم لي شكل الفقرة واحقن أسمنت على طول. في شركة تانية زي اللي احنا شغالين بيها، زي اللي انت شفت شفنا مع بعضينا الكليب بتاعها أستاذ أيمن. نعم. بيدخل بيوسع لنفسه شوية، بيعمل سبيس شوية في الفقرة بحيث لما يوزع يدخل بالاسمنت العظمي يكون الاسمنت تركيزه في المنطقه دي، وبالتالي اقلل نسبه حدوث ارتجاع في الاسمنت في القناه العصبيه. نعم. ودي هنشوفها في المضاعفات. تمام. طيب دكتور ناخد معانا حماده. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حماده؟ الحمد لله يا شيخ، الله يخليك. الله يديك الصحه، اتفضل. انا حماده حسين طبعا من المنيا. اهلا وسهلا بك. اهلا يا استاذ حماده. انا بغسل كلى لي فتره كبيره، وعندي عملت عملية تثليث السبع دون عون في دراعي، عملت تثليث في دراعي. طب استاذ حماده ممكن من الاول خالص، انت بتغسل كلى من فتره طويله. أيوة. حلو. ايه المشكله معانا؟ المشكله ان انا دراعي اليمين في العمليه بغسل منها انا. بتغسل منها؟ بغسل من ايدي اليمين في عمليه الغسيل. فجه حصل ده انسدد في الشرايين او العصب لمس بعضيه، فرحت عملت عمليه تسليك عملها لي حوالي شهر بالظبط، ودي اصبعات منمله من قدام برضه. عفوا تسليك لايه؟ الدراع اليمين انا بغسل منه عمليه. عملت رسم. فاهم كلامي يا استاذ امين. يعني قصدي عملت رسم عصب يا استاذ حماده. ايوه ايوه، وطلعت عمليه عملتها. حلو، يبقى هو كلام كده صح. هو عمل رسم عصب اي ام جي حضرتك يا استاذ ايمن. أيوة. فلقى فيه دي حاجة ضغطة، رباط ضاغط على الأعصاب، فبيدخل يعمل تسليك عصب. نعم. طيب بالضبط. وعملناها إصبعات النميلة برضو، ما زلنا في تنميل. طيب تنميل. ودراع الشمال برضو في المفصل اللي هو في كتفي ده دايما واجعني على طول، كل ما اجي انام لورا بيوجعني، انا متمشى ده غير مش اي الم، غير الايد اليمين اللي عملنا فيها تسليك في الايد الشمال. طب حاضر. كل ما اجي انام لورا او على جنبي بحس واقع الم جامد في كتف الشمال ده. في صداع بيجي لك يا استاذ حماده؟ لا حبش يكون الضغط عالي، بس صداع بيجي لكن الضغط واطي مفيش اي صداع. حاضر، الف سلامه لحضرتك. في سؤال لحضرتك تاني يا استاذ حماده؟ ايوه. سؤال تاني لحضرتك يا فندم؟ يا فندم؟ سؤال تاني لحضرتك؟ مش عال صوتك معلش. في اي استفسار لحضرتك تاني يا فندم؟ لا بس كده تمام. شكرا على اتصالك يا استاذ حماده، وتابع معانا الاجابه من الدكتور. شكرا جزيلا يا فندم. نجاوب على حماده سريعا يا دكتور. هو طبعا حضرتك المريض اللي بيغسل كلى. نعم. لفتره طويله بيفقد بعض الاملاح والفيتامينز والمعادن اثناء الغسيل. جميل. ودي شفناها في مرضى كتير قوي بيغسلوا كلى. نعم. بنستاذنهم ان هم يعملوا لي تحليل نسبه فيتامين بي 12 في الدم. بنعمل سيرم بي 12. اوكي. تمام. ونعمل كالسيوم. طيب ليه؟ لان المريض بتاع غسيل الكلى في الغالب بيفقد فيتامين بي 12 بنسبه كبيره قوي،
ونسبه كبيره قوي يا استاذ ايمن لما بيعمل تحليل فيتامين بي 12 في الدم بيلاقيه قليل، والفيتامين بي 12 من الفيتامينز اللي بتغذي الاعصاب. تمام. نقصانها بتعمل تهيج في العصب، وزيادتها بتعمل برضو الام في العصب. يعني يعمل تحليل الاستاذ حمد فيتامين بي 12 وكالسيوم واشعه هشاشه عظام. تمام. دي اول حاجه مشكله عندك. تمام. تاني مشكله عنده، هو عنده كذا مشكله الصراحه. تمام. تاني مشكله الضيق على الضغط الاعصاب بالرباط اللي موجود في الايد، ودوت اللي عمل له تسليك اعصاب، ودي يعني من ضمن العمليات اللي هي ايه واخده سمعه ان هي بترجع بسرعه قوي يا استاذ ايمن. نعم. لدرجه ان في ناس من كتر رجوعها بتقولك ده بترجع وانا على ترابيزه العمليه. نعم. كنوع من الدعابه يعني. فطبعا انت ما زال عندك تنميل، يعني استاذنك شهر مش كفايه، لان ممكن يكون في شويه قديمة ارتشاحات مكان الجراحه، فبترجع للدكتور الفاضل اللي عمل لحضرتك وهيدي لحضرتك حاجات تقلل الارتشاح او القديمة. واذا التنميل ما قلش عندك يبقى نعمل رسم عصب تاني اي ام جي تاني نشوف الدنيا اخبارها ايه بعد الجراحه. ثالث حاجه وجود دكتور الم. استاذنك معلش هنستكمل الاخ حماده، ولكن معانا على الويتنج بقاله فتره الاستاذه سحر او الاخت سحر. الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضل يا فندم. مع حضرتك يا فندم. اتفضل الدكتور مع حضرتك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك مدام سحر؟ ايوه فندم. اخبار حضرتك ايه؟ انت اخبار حضرتك ايه؟ تمام. احنا بنشكر حضرتك كتير والله على تحسن صحه والدتي يعني. ميرسي يا مدام سحر. شكرا قوي. اخباركم انتوا ايه؟ بقى لي فتره ما سمعتش اخباركم واخبار مدام عطيات واخباركم كلكم. الحمد لله كلنا بخير وحضرتك بخير. تمام الحمد لله ربنا يخليكي. ميرسي قوي شكرا جزيلا. بالنسبه لحزام الظهر ممكن والدتي تفضل ملتزمه بيه يعني ولا ايه؟ لدرجه ماشي. وان شاء الله يكون في يعني تواصل بيني وبين حضرتك بعد الحلقه ان شاء الله. ماشي يا فندم. شكرا يا مدام سحر على اتصالك، وشكرا جزيلا على المكالمه الجميله ديت. ناخد محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. لو سمحت كان عندي والدتين. لو سمحت يا استاذ محمد وطي صوت التلفزيون شويه. ماشي. اتفضل بقى. اتفضل يا فندم. بتشتكي من الغضروف بتاع ظهرها، فراحت عملت اشعه فالدكتور قال لها النخاع الغضروف مؤثر على النخاع الشوكي. عندها كم سنه يا استاذ محمد؟ عندها 47 كده. 47. زوجتك؟ زوجتك. الدكتور قال لها محتاج عمليه، وهي طبعا ظروف على جدها، فقال لها مؤثر على وركها كله. اليمين ولا الشمال؟ اليمين ولا الشمال؟ الشمال. في تنميل في قدم الرجل معاه ولا مفيش؟ في تنميل. مجرد انزلاق غضروفي ولا زحزحه؟ ده بيقول الغضروف معصر على النخاع الشوكي وعمل له اكلان. اكلان؟ اكل يعني. طيب يا فندم حاضر. في سؤال تاني ليك يا استاذ محمد؟ شكرا يا فندم على اتصالك، وتابع معانا الاجابه من الدكتور. طيب نرجع لاستاذ محمد. نرجع لاستاذ حماده ونقول سريعا احنا اخر حاجه كان عنده سيرفايكال ديز. عنده انزلاق، يعني من ضمن الحاجات ان هو بيشتكي من الايدين. تمام. ومن الايدين من الايد الثانيه مرحله كتفه اللي هي الشمال. نعم. الشمال الكتف. تمام. فطبعا دوت حضرتك يبقى في ضغط على العصب، يا اما فوق من عند الفقرات العنقيه يا اما تحت، بس هو كده برضو يفضل اعمل لي يبقى انا هطلب من حضرتك حاجتين، تحاليل فيتامين بي 12 وكالسيوم. نعم. وتعمل لي اشعه رنين على الفقرات العنقيه. تمام. واذا التنميل في الايد اليمين طول بعد الرجوع للدكتور الفاضل اللي عمل لحضرتك اعمل لي رسم عصب. نعم. بالنسبه للاتصال بعده مدام سحر. تمام. من شرم. تمام. من الناس المحترمه جدا واللي بعزهم جدا وبقدرهم جدا. نعم. وحاله كانت والدتها ست فاضله جدا وانا بحترمهم والحمد لله ربنا كرم، وانا بشكرها كتير على الاتصال وشكرا لحضرتك والاسره كلها يا فندم. طيب محمد. بالنسبه للاستاذ محمد ده ديسك عادي خالص. بسيط. كلام طبعا هي برضو في جزئيه يا استاذ ايمن. اتفضل يا دكتور. انه يا اما الدكتور قال لاستاذ محمد مصطلح يعني اللي هو اكل من الاكلان ده. لا يعني يعني زود له الدنيا شويه. يا اما هو الاستاذ محمد ما قدرش يوصله، وفي الغالب انا اعوزيها للثانيه. نعم. ان هو استاذ محمد ممكن ما ثوابش الدكتور في كلامه. هو عندها انا متخيل انزلاق غضروفي رابعه والخمسه، انا متخيل هذا يعني. نعم. او الخمسه والاولى، وضغطه على القناه العصبيه عامله لي ضيق في القناه العصبيه جامد.
لو هو شاف الحلقات اللي قبل كده بيبقى حلها ان انا اعمل شفط غضروف حاجه ما فيهاش تدخل جراحي والمريض هيقعد معايا فتره بسيطه والامور بتتحسن والامور بتبقى كويسه جدا جدا جدا. تمام. طيب لكن هي موضوع الاكل يعني ما فيش مصطلح اللي هي ان هو اكل النخاع الشوكي؟ لا خالص ده. طيب معانا الو السلام عليكم. معانا فاطمه. ايوه السلام عليكم. عليكم فاطمه احمد عبد القادر. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ايوه يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا يا مدام فاطمه. اهلا بحضرتك. انا دلوقتي عندي 59 سنه. العمر طويل ليك. وعملت رنين مغناطيسي على ظهري لاني انا كنت يعني عندي فقرات من الاول تقريبا عيب خلقي او ايه فقرتين راكبين على بعض في اخر ظهري. وبعدين طبعا ما كنت بعاني شويه من الم ظهري وبعدين في الاخر من 3 سنين لقيت الم شديد بقى في ظهري بس يعني برغم انه شديد لكن قادره الحمد لله اتحمله لكن بقى تنميل رجلي ما بقاش حاسه بيها خالص وش رجلي فيه تنميل. رحت لثلاث اربع دكاتره اساتذه كبار في العمود الفقري وقالوا لي ان انا لازم اعمل عمليه. انا رافضه موضوع العمليه ده نهائي وباخد ادويه باخد ديكيلات جل. اوكي ماشي. اوكي مسكنات وبسط العضلات وفيتامين بي. طب حضرتك الجراحه اللي كانت مقرره ليكي جراحه استئصال غضروف ولا تثبيت شريحه ومسامير؟ لا يا فندم انا عندي فقره دايسه على العصب. اوكي فاهم كلام حضرتك. استئصال الغضروف ولا تثبيت شرائح ومسامير؟ والله هو الدكتور اخر دكتور رحت له ده متخصص فقرات بس قال لي انت محتاجه ان يا اما تتحملي الالم يا اما تعملي العمليه وانا ما اقدرش اتحمل يعني تكاليف العمليه كبيره لان قال لي تقريبا هحتاج مسمار عشان يثبت بيه الفقره تثبيت شرائح ومسامير ولو العظم فيه حاجه ممكن يثبتوه باسمنت. وبعدين لان ده ضغط على العصب خانق العصب ففي بعض الدكاتره قالوا لي ممكن اخد فقنه في الفقرات عشان قال لي لا اوعي تاخدي الفقنه دي لانها تخن العصب اساسا مخنوق لو اخدتي الفقنه هتبوظي الدنيا خالص. لا هي مش تخنق يا مدام. بصي برضو عشان اكون صريح معاك يا مدام فاطمه هي مش تخنق العصب هي الحقن جذور الاعصاب بيبقى مواد كتيره بيبقى من ضمنها الكورتيزون فهي بس المشكله ان هو هيريحك فتره بسيطه انما في حلول اخرى. طب ارد على حضرتك. حاضر. شكرا يا مدام فاطمه على اتصالك وتابع معانا الاجابه من الدكتور ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. دكتور ناخد فاطمه قبل ما نسترجع الكلام. بالنسبه لمدام فاطمه هو الكلام حضرتك ان هي عندها يعني لو هي زحزحت فقرات يبقى افضل التثبيت شرائح ومسامير لكن لو هي انزلاق غضروفي يبقى في حلول بديله زي بنبتديها بالحقن اللي انت قلتي عليه بس ده بيبقى مواد كتيره من اهمها الكورتيزون لكن في حاجات تانية اخرى زي التردد الحراري على جذور الاعصاب بيضيع لي الالم ده بيكون من غير حقن ويضيع لي الالم او لو هو غضروف كبير شفت او لو هو المسافه ضيقه ما بين الفقرتين مش زحزحه مجرد ان الفقرتين قريبين من بعض في حاجه اسمها سبيسر اللي هو بيوسع لي السبيس حافظ مسافه يعني بيوسع لي السبيس ما بين الفقرتين. نعم فاهم قصدي. تمام. فدي فياريت بس اشوف حضرتك واقيم واقول لحضرتك ايه الاصلح لحضرتك. طيب معانا امل. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ايمن ازاي صحتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا دكتور احمد. ازاي حضرتك يا مدام امل؟ اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه دلوقتي؟ منور الشاشه. الله يخلي حضرتك. الله يخليك. انت كنت عندي اول امبارح في العياده. ايوه. خلاص احنا هنستعين بالله نتجه بقى يلا بينا ان شاء الله بس انا مش قادره حتى اروح اعمل اشعه من الالم في رجلي. لا عايزين نعملها مع اصل الاشعه اللي معانا قديم بقى لها 7 شهور. تقريبا. لا عايزين نعمل اشعه جديده يا مدام امل بعد اذنك. افكر برضه استاذ المشاهدين مدام امل كان عندها انزلاقات في الفقرات العنقيه عملناها وفي الفقرات القطنيه وكان لينا الشرف ان هي كان في اتصال سابق من حوالي شهر مش كده يا مدام امل؟ حوالي شهر يا دكتور. من حوالي شهر. تمام انا متذكر. وهي دلوقتي لسه ان شاء الله يعني مقرر ان احنا هندخل في الفقرات القطنيه مع بعض. ان شاء الله. يا ريت نعمل يا مدام امل اشعه رنين يا ريت. هو طبعا في اسرع وقت ان شاء الله لان انا فعلا بعد العمليه الاولانيه دراعي ارتاح جدا الحمد لله وصدقيني انا من دراعي يا دكتور. نعم. الالم في رجلي اصعب من اللي كان في دراعي. طبعا اصل الرجلين يا مدام امل بتبقى هي اللي شايله الجسم كله وبعدين انا بقولها لك بجد حقيقه يعني انا كنت زعلان شويه لان انت كانت مشيتك انا صعبه شويه. انا ما بمشيش يا دكتور خالص. ما بمشيش نهائي.
لا يا ريت حضرتك تعملي اشعه رنين ونتجه مع بعض في اقرب فرصه ان شاء الله. منتظر حضرتك. ميرسي قوي على اتصالك يا مدام. شكرا يا مدام امل على اتصالك، وان شاء الله تعملي الاشعه وتبقي في احسن صحه باذن الله. طيب ناخد صباح. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. هلحق اكلمه. الو عليكم السلام. ازيك يا مدام صباح؟ الو ايوه معاك يا فندم. صباح اتفضلي. عايزه اكلم الدكتور. مع حضرتك يا فندم اتفضلي. اهلا يا مدام صباح اتفضلي حضرتك معاكي. ايوه يا دكتور. اي فندم. لو سمحت انا عندي بنتي ولاء عندها الم في ظهرها من فقرات القطنيه لحد رجلها من تحت. عندها كم سنه انسه ولاء؟ عندها 27 سنه. مدام ولاء بقى. لا انسه. انسه ولاء 27 سنه. طيب ممتاز. طيب الوجع في الظهر فقط ولا مسمع في الرجل من الرجول يا مدام صباح؟ ايوه يا دكتور. الالم بيبقى في الظهر فقط ولا مسمع في رجل من الرجلين؟ الظهر من اخر الظهر. هو يبدو الاتصال اتقطع. يا ريت يا مدام صباح تتواصلي معنا اتصال تاني عشان نعرف اجابتك بسهوله. ناخد اتصال تاني. الو السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كنت عايزة اسال الدكتور، انا جوزي عنده انزلاق غضروفي في الفقره الثالثه والرابعه والرابعه الخامسه العنقيه. نعم. فكنت هو عنده 35 سنه، فكنت عايزة اسال على موضوع شفط الغضروف في العمليه. حاضر هرد على حضرتك. ليك سؤال ثاني يا فندم؟ انا بس عايزة اسال مدى نجاحها قد ايه وهل تكلفتها بتتكلف قد ايه؟ حاضر يا فندم، شكرا جزيلا على اتصالك. تواصل معانا واسمع الاجابه من الدكتور ان شاء الله. دكتور احمد يمكن مدام صباح ما كملتش معانا الرساله، بنرجو انها تعود معانا اتصال اخر. يا ريت، لان لها حاجات كتيره. هل 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 هو الالم في اسفل الظهر بس ولا مسمع في الرجل اليمين او الشمال؟ وهل مستمر معه طول الوقت ولا بيكون اثناء خلال فتره الدوره الشهريه او خلافه؟ ودي منتشر قوي ان السيدات او البنات تقول ان اسفل الظهر بيوجعها جامد قوي في اوقات معينه خلال فتره الدوره الشهريه. انما بالنسبه للمدام اللي بتقول لزوجها، احنا بنقول لها لو هو انزلاق غضروفي عنقي حجمه صغير بيفضل التردد الحراري على جذور الاعصاب بينهي لي الالم معاها. لكن لو هو حجم كبير بيبقى شفط غضروف بيبقى مؤثر جدا. قصه النسب هي ميزه الحاجات دي، المريض اللي ما بيتحسنش ما بيسوقش، دي اول جزئيه يبقى فيه نسبه تحسن كبير. الجزئيه الثانيه ان هو نسب النجاح، انا دايما بقولها يا استاذ ايمن للمرضى، لانه هو بره دي حاجه تحترم النسب الاحصائيات او الاستاتستكس، لكن احنا بنقولها يعني بيبقى بتوفيق ربنا، احنا داخلين حاجه طبيه وعلميه والباقي النتيجه بتاع ربنا. زي ما بقول للمريض، لو انا قلت لك نسبه النجاح 99%، نعم، دي نسبة كويسة؟ يقولي ممتاز. قالوا طب ما يمكن ربنا يخليني في 1% اللي ما تحسنش. نعم. ولو هي نسبة نجاحها 1% دي نسبة وحشة؟ يقولي سيئة جدا. نعم. قالوا طب ما انا ممكن اكون في 1%. لكن هي عامة نسب نجاحها الاستاتستكس او الاحصائيات بتقول نسب نجاحها حلوة، ميزتها ان ما فيش فيها مضاعفات خالص يا مدام. نعم. الماديات هتبقى صعبة على الهوا حضرتك. هو بننوه للمدام اللي اتصلت انها ممكن يكون في تواصل بينك وبين الدكتور، والتليفونات موجوده على الشاشه لمعرفه التفاصيل الكامله لهذا التدخل. واحنا في انتظار بعضك اسئلتكم واستفساراتكم لكل مشاهدينا من خلال وداع الالام مع الاستاذ الدكتور احمد عصام. دكتور احمد، نواصل حديثنا ونقول احنا عايزين نتكلم عن ايه المضاعفات اللي بتحدث اثناء عمليه الحقن الاسمنتي. ممتاز. احنا قلنا اول حاجه قبل ما بنحقن بكذا طريقه فيها كنترول. نعم. الكنترول الاولاني ان احنا بيبقى فيه صبغه بتعرفنا احنا ماشيين ازاي تحت الاشعه التداخليه، كل ملي بيدخل الفقره بيبقى تحت اندر فيجن. الحاجه الثانيه في بعض الماشينز اللي احنا شغالين بيها في الكلاب اللي هو بيديك بفلو او بتدفق معين. انما المضاعفات ممكن تحصل، ممكن حاجات كتير قوي. اولا ان جزء من الاسمنت العظمي ده يدخل جوه تجويف الفقرات اللي فيه القناه العصبيه فيعمل لي ضيق في القناه العصبيه. ودي ده وارد يا دكتور؟ طبعا وارد. طب دي نتحكم فيها ازاي؟ اول حاجه هي لو مش وارد ما حصلتش ما كانتش اتكتبت في الكتب. نعم. فاهم قصدي حضرتك؟ فهي لا وارده، بس احنا بنحاول نتجنبها بكذا حاجه. نعم. ان احنا ان شاء الله بندخل سليم جدا بالاشعه التداخليه، بنبقى كل ملي
بيتحقن اسمنت بيبان على السكرين قدامي وهو بيغذي الفقره، ما بنحاولش نملى الفقره الكميه كبيره. نعم. وفي نفس الوقت اذا حصل ان المريض يقول لي لا ده حصل عندي ضعف او حصل عندي او طب اعمل لي اشعه مقطعيه هبان لي لو في اي دخول لجزء من العظم الاسمنتي جوه القناه العصبيه. في حاله زي دي لازم المريض بيتم فتحه جراحيا واستئصال الجزء من، لانه الاسمنت العظمي ده خلال 10 دقائق بيتجمد بيبقى انشف من اي حاجه. نعم. فاهم قصدي؟ كدعامه للفقره. لا 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 بيبقى قوي جدا يعني. فطبعا لازم يتم استئصال الجزء اللي دخل القناه العصبيه وضغط لي على النخاع الشوكي. نعم. او ان هو ممكن يحصل انه العظم ده الاسمنت العظمي دوت وهو بينشف وهو بيبقى بياخد الهاردنس بتاعته او الصلابه بتاعته او الصلابه بتاعته. نعم. بتبقى درجه حراره عاليه جدا. نعم. توصل 200 درجه مئويه. فبعض الحالات اللي بيحصل بنسميها سباينال شوك او صدمه للنخاع الشوكي فبيقعد فتره بسيطه ساعه او ساعتين المريض بيبقى الحركه معاه صعبه شويه لغايه لما يحصل استجابه بعد كده والامور بتتظبط تمام يعني. لكن هي مقارنه احنا بنقول دي حاجات نادره الحدوث، لكن مقارنه بالتدخل الجراحي لا تعتبر طبعا قليله قوي يا استاذ. وغير كمان يا دكتور انت اشرت لان في التدخل الجراحي مشاكله كتيره قوي، لكن في اللا جراحي هي حاجات بسيطه ممكن تفاديها بالظبط، وما بتاثرش على حاله المريض ولا بتاثر على التدخل العام ان شاء الله. وبنشير بالك لمشاهدينا الاعزاء ان كل موضوع بنتناوله من خلال حلقتنا هو تدخل بدون جراحه، تدخل بدون جراحه، لان في ناس بتغلط قوي يا دكتور بين الكلام ده، ولما بتشوف الكليب على الهواء وبتشوف التدخل لا احنا ما فتحناش ظهر، لا ما فيش فتح ظهر خالص، وحتى ما فيش بنج كامل، ده حاجات موضعيه موضعي. تمام. ووقت بسيط جدا والمريض بيطلع يمشي على رجليه زي بالظبط كده، وغير الملاحظه بقى والكلام ده كله بيشمل الملاحظه، وما فيش بعد بقى لناش علاقه بقى لا بسكر ولا بضغط ولا بامراض مزمنه. تمام. تمام. احنا سعداء جدا يا دكتور احمد بالتواصل معاك كل خميس. شكرا جزيلا. قبل ساعه من دلوقتي حضرتك وقناه الصحه وجمال والشتات المشاهدين، وكل مره بصراحه بتسرينا بالمعلومات الجميله اللي احنا كلنا مشاهدينا وانا شخصيا بستمتع بيها. وإن شاء الله ننتظرك الخميس القادم قبل ساعة من دلوقتي مع وداع الألام مع الأستاذ الدكتور أحمد عصام استشاري علاج الألم، أستاذ بكلية الطب، عضو المعهد الإعلامي للإجراءات التداخلية علاج ألم العمود الفقري استدامة التدخل المحدود، عضو الجمعية المصرية لعلاج الألم، عضو الجمعية العربية لعلاج الألم وألام العمود الفقري. شكرا على حسن متابعتكم معنا، وهننتظركم إن شاء الله الخميس القادم قبل ساعة من دلوقتي مع وداع الألام مع الأستاذ الدكتور أحمد عصام. بنشكر كل الكاست اللي عاملين معنا في الاستوديو، وبنشكركم على حسن متابعتكم معنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.